فإن ثبوت عقد الرهن للقارن موضوعية لا ترفع إلى طلب محكمة النقد. ولكن وجوب إثبات عقد الرهن العقاري أو عقد التابع العقاري بالكتابة المسألة قانونية. وهنا هناك تفرقة عدم بين الواقع والقانون، تفرقة دقيقة، الخيط رفيع جدا. إذا تأملنا العلاقة بين الواقع والقانون في هذه المسألة ومسائل أخرى، سنجد أن الخيط رفيع والعلاقة بينهما دقيقة ويجب التنبيه لها عشان نميز بين الواقع والقانون. فهنا كما قلنا عملية إثبات التأمين العقاري هي المسألة الموضوعية. وبالتالي لا رقابة للمحكمة تنحى عليها المحكمة العليا. أما ما يتعلق بإثبات عقد الرهن بالكتابة، يعني أنه يجب إثبات عقد التأمين العقاري بالكتابة، وما إذا كان مستوفيا لشروطه، فهي مسألة قانونية تخضع فيها لرقابة محكمة النقد أي المحكمة العليا. هذا ما يتعلق بعنصر الواقع. نأتي بعنصر القانون. العنصر كما قلنا الادعاء بالحق. لا يشتمل على عنصر رئيسيين هما عنصر الواقع وعنصر القانون. بعد أن أقولنا عنصر الواقع نقول عنصر القانون. يقصد بعنصر القانون هنا في الدعوة استخلاص الحق المدعى به من مصدره من الواقع القانوني من التصرف القانوني أو الواقع القانوني. يقوم القاضي باستخلاص الحق المدعى به من هذه الواقع وهذا عمل قانوني. بعد أن أثبت المدعي كما قلنا هذا المصدر بمعنى تطبيق حكم القانون على ما ثبت لدى القاضي من الواقع. يعني ما أثبت الواقع في المدعي في هذه الحالة انتقل كما قلنا الواقع حفظه على القاضي لأنه يجب أن يستخلص من هذا الواقع الذي ثبت بمصدر الحق أن يستخلص منه الحكم القانوني يجب أن يطبقه على هذا المصدر على مصدر الحق بمعنى تطبيق حكم القانون على ما ثبت لدى القاضي من الواقع. وهذا عمل يقوم به القاضي وحده فلا يكلف الخصوم بإثبات المسائل القانونية والتكليف القانوني وما يجب أن على القاضي أن يطبقه من أحكام قانونية على الواقع. لا، هذه مسألة تخص القاضي لأن الواجب عليه أن يكون عالما بالقانون وأن يطبق حكم القانون لأنه رب القانون. وبالتالي هذه المسائل القانونية تختص بها القاضي وهذا عمل يقوم به القاضي وحده فلا يكلف الخصوم بإثباته لأن من الواجب على القاضي العلم بالقانون وعليه هو أن يبحث من تلقاء نفسه عن القواعد القانونية الواجب التطبيق على ما ثبت عنده من الواقع فيطبقها. ويكون القاضي بتطبيقه هذه القواعد القانونية في أي في حالة يعني يخضع في عمله لرقابة محكمة النقد لأنها من أهم مسائل القانون. وهنا نفرق كما قلنا لأن محكمة النقد والمحكمة العليا محكمة القانون. والطعن بالحكم الاستئنافي أو المحكمة العليا طعن بالقانون. أما الطعن بالحكم في محكمة الاستئناف طعن بالموضوع والقانون. ولا بد أن نفرق هنا بين مسائل الموضوع مسائل الواقع ومسائل القانون. طيب هنا يكون خاضعا كما قلنا في عمله لرقابة محكمة النقد. ففي البناء السابق اللي هو التأمين العقاري بعد إثبات عقد التأمين بالكتابة من المدعي اللي هو الداعي تمام يقول هنا التأمين العقاري بالكتابة يتحتم على القاضي أن يستخلص من هذا العقد التزامات في ذمة المدين الراهن بوفاء الدين من ثمن العقار الذي اصطرفه. إذا كان اصطرفه فاستخلص قاضي الحكم القانوني وهو أنه يجب على المدين الوفاء بالدين من ثمن هذا العقار الذي تصرف به بعد أن أبرم عقد التأمين العقاري عليه مع الداعي. هذا حكم قانوني. كما يكون على القاضي أيضا أن يستخلص أن أثر تصرف المدين بالعقار يسري على الغير متى لا يسري على الغير إلا بعد تسجيل عقد الرهن في الشهر العقاري. متى يبدأ سريان تصرف المالك على العقار يعني نحو الغير أو أثر هذا التصرف وانسحابه على الغير من بعد تسجيل التصرف بالتبع العقاري. أما إذا كان قبله فلا أثر له. إذا في هذه الحالة يكون يجب أن يكون هذا التأمين العقاري قد سبق كما قلنا التصرف. يعني هو أبرم عقد تأمين عقاري بأركانه وشروطه وأصبح مدينا يعني بهذا التأمين العقاري بهذا الضمان ثم قام بالتصرف به بعد ذلك بعد أن قام بكتابته عن طريق الموثق بعقد رسمي وتسجيله بالسجل العقاري قام بتصرف هذا العقار. فهنا الأثر يسأل عليه لأنه قد جاء وترتب عليه بعد إيش؟ بعد التصرف يعني يسري على الغيب التصرف المدين بالعقار يسري على الغيب او لا يسري على الغيب الا بعد تسجيل عقد التامين العقاري بالسجل سجل شهر العقار. فكل هذه المسائل القانونيه يقضي بها القاضي دون ان يكلف احد من الخصمين باثباتها لانها كما قلنا احكام قانونيه ولانها من مسائل القانون والقاضي هو اول من يعلم بالقانون ومسؤوليته منوطه بتطبيقه واذا امتنع عن تطبيق القانون عند امتناعه نكونا عن العدالة. هذه مثل عناصر الادعاء بالحق قلنا العناصر عنصر الواقع عنصر القانون. طيب يلحق بالعنصر القانون تفسير القانون. احيانا قد تكون الواقع النص القانوني والحكم القانوني يريد تطبيقه القاضي على الواقع المنشئه للحق او على التصرف القانوني المنشئه للحق غامضه وتحتاج الى تفسير فهذا عمل يجب عليه ايضا يعني
إلى القاضي لأن تفسير القانون عمل يتصل بعمل القاضي، وبالتالي كما انطبق القانون قبل أن انطبق القانون عليه تفسيره. فإذا كان فيه أمور فيجب عليه أن يرجع إلى شروع النصوص القانونية وإلى ما قاله الفقه بتشرح هذه النصوص القانونية وإلى مبادئ القضاء المتعلقة بتقرير هذه المبادئ أثناء تطبيق هذه النصوص، ويستعين بهذا يقول الأخير هو يرجع تفسيره إلى تلك هذا الشخص. يعني حتى إذا رجع للنص القانوني وابتهد بتفسيره وعاد للشروح ولشروح النص القانوني وعاد للمبادئ القانونية تقررتها المحكمة العليا فيما يتعلق بالمسائل التي يجب تطبيق هذا النص القانوني عليها، هو بالأخير يكون حرا في استخلاص المعنى الذي يتناسب معه وبالتالي هو المسؤول عنه. إذا قلنا قد تكون بعض القواعد والأحكام القانونية غامضة فتصير في حاجة إلى تفسير قبل التطبيق، والقاضي هو المنوط به تفسير القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا، وهذه من أهم المسائل التي إذا أخطأ فيها القاضي تكون كما قلنا يكون الحكم قابلا للتعديل بطريقة ما، الخطأ بطريقة القانون والخطأ بتفسيره. السببين الرئيسيين المتعلقان بحق الطعن بالحكم الاجتنابي أمام المحكمة العليا وهو طعن بالقانون، هذين السببين إذا أخطأ القاضي في تطبيقه أو أخطأ في تفسيره فيكون الحكم مشوبا بعيد يجعله قابلا للتعديل بطريقة ما. والقاضي هو المنوط به تفسير القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا الواقع الذي ثبت أمامه. وعلى ذلك فإن عدم تفسير القانون هنا يقع على القاضي لا على القصور. والقاضي في تطبيق القانون التفسيري يحكم بعلمه، وطبعا يحكم بعلمه الذي حصل عليه من خلال تكوينه ودراسته في كلية الحقوق دراسة العليا، ومن ثم أيضا لأنه رب القانون هذا العلم المتصل بأحكام القانون الذي يجب أن تطبقه هو يحكم بعلمه بما علم به من حيث معنى القانون وتطبيقه. يحكم بعلمه، هذا العلم هو مصدره الوحيد لمعرفة القانون، ويستعين بتحصيل هذا العلم بمراجعة نصوص القانون وما وضعه الفقه من مؤلفات وشروح لهذه النصوص وما قرره القضاء من مبادئ في تطبيقها، ولكنه بالنهاية كما قلنا يعتمد على فهمه الشخصي للأحكام القانونية، لا يقيده بذلك فقه مبسوط ولا قضاء سابق، غير أنه يكون هذا الفهم الشخصي خاضعا لرقابة محكمة النقد حيث يكون لها أن تعقب على قضائه فيما ترى من رأي مغاير أو مخالف في موضوع التفسير. إذا فسر القانون عن معين ورأت محكمة النقد أن هذا التفسير هي خطأ فيكون بحقها أن تعقب على هذا التفسير وقد تبطل الحكم لأن التفسير وقع فيه القاضي بخطأ ولم يكن تفسيرا صحيحا. فهذه مسألة ثانية، إذا حقه التفسير هذا حقه مطلقا، لكن قضية يعني كيف يفسر النص القانوني وهل رأيه في التفسير صحيحا أو عدم أو كونه غير صحيح، هذه مسألة تختص بها محكمة النقد يعني تراقب في المحكمة. طيب في حالات هناك لا يكون القانون فيها ليدخل يصبح القانون فيها واقع وليس قانونا، في مسألتين اثنتين يعني هناك تتحول من مسائل قانونية إلى مسائل واقعية وتخضع ولا يعني ويجب الإثبات على الخصم، يجب الإثبات على الخصم ولا يكون الخصم أيضا خاضعا في إثباته لمحكمة النقد. مثل الحالات يصبح القانون مسألة موضوعية، القانون قد يصبح مسألة موضوعية لا يتعين على الخصم إثباته ولا يكون القاضي في عمله خاضعا في إثباته لرقابة محكمة النقد في حالتين، حالة العادة الاتفاقية حالة القانون الأجنبي معنا اثنين، حالة العادة الاتفاقية عشان أشرحها تمام، وحالة القانون الأجنبي فيما يتعلق إذا أصدر حكما وكان مقتصدا المحكمة اليمنية بنظر منازعة بين أجنبيين وخاصة في المسائل المدنية كالأحوال الشخصية، يعني اثنين أمريكيين مثلا زوج وزوجته أمريكية أو بريطاني وبريطانيا ترافعا أمام القاضي في المنازعة عن الحقوق المترتبة على عقد الزوج بينهما، فلا يطبق القانون اليمني وإنما يطبق القانون الأمريكي والقانون البريطاني، هذا طبقا لقاعدة الإسناد، لأنه القانون المدني اليمني نص على أنه يرجع في الأحوال المدنية في المسائل المدنية إلى قانون المترافعين أمام القاضي، إلى قانون الدولة التي يترافع بها الخصمان أمام القاضي، قانون جنسيته. حتى لو كانوا ساكنين هنا عندنا حتى لو هم ساكنين هنا حتى طبعا هو يكون القاضي ما يطبقش القانون المسائل القاضي الدولي الخاص ما يطبقش عارف يا القاضي الدولي الخاص مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الروابط أو العلاقات اللي يكون أحد أطرافها أجنبية تمام، وروابط العلاقة القانونية ثلاثة روابط اللي هم أشخاص العلاقة والمحل الذي نشأ فيه العلاقة والإيش والمكان يعني هو محل العلاقة عفوا والمكان الذي نشأ فيه العلاقة. فإذا دخل عنصر من هذه العناصر الثلاثة في مسألة قانونية هنا يجب على القاضي أن يبحث هل المحكمة الوطنية مختصة أو غير مختصة، وإذا وجد أنها مختصة يسأل السؤال الثاني هل القانون الوطني تطبيق هو القانون الوطني اليمني أم القانون الأجنبي؟
وتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص يؤدي الى تطبيق قانون اجنبي داخل اليمن ويؤدي احيانا الى تطبيق قانون اليمن خارج على 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 استثناء ايش؟ مبدا اقليميه تطبيق القانون. قاعده الاسلام. تطبيق يعني تطبيق القانون يعني اخذ المشرع اليمني في تطبيق القانون من حيث المكان مبدا الاقليميه. وبالتالي احيانا كما قلنا قد يؤدي تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص في مسائل من هذه المسائل الى تطبيق قانون اجنبي داخل اليمن. فقد تكون المحكمه اليمنيه مختصه لكن تطبق قانون اجنبي، وقد تكون المحكمه خارج اليمن مختصه على اثنين كما هذه الحالات. على اثنين يعني واحد مثلا مغترب في امريكا ومزوج هناك وترك يعني مات ودفن في امريكا وترك شركات واموال واسماء فتنازع الورثه في مساله من اسئله الاحوال الشخصيه، القاضي الامريكي يحكم بموقف القانون اليمني، قانون الاحوال الشخصيه اليمني، ولا يطبق القانون الامريكي. ليش؟ يعني لا مساله شخصيه. هذه مساله دينيه واعتقاديه. قد معه جنسيه امريكي هو. ولو عنده جنسيه امريكيه، لكن هو ازدواجي. الجنسيه الامريكيه تسمح بازدواج الجنسيه. تمام. وبالتالي الاصل انهم يمنيين. فيطبق لو كان عنده جنسيه امريكيه. يطبق القانون اليمني. انت دخلت الان في موضوع عن قضيه الجنسيه الامريكيه، الاصل كما قلنا اذا هم استفهام أخذ الجنسية لكن مسلم مسلم يعني يطبق ما دخلش الكنيسة دخلت يا جماعة ما خلونا نفهم أياك شو نفهم منه طيب قلنا احنا هذه مسألة تخص العقيدة دي. يعني في العالم كله تعرفت الدول على أن المسائل الأقرار الشخصية المتعلقة برابطة دينية يجب احترام عقيدة الأشخاص المترافعين فيها فالمحكمة الأمريكية تكون مختصة لكن تطبق عليهم القانون الأمريكي، يعني مثلا مسألة حرج الشخصية وتبقى عقيدة ودينية. وبالتالي الأنصبة تختلف كثيرا عن ما هي في القانون الأمريكي عما هو في القانون اليمني. وبالتالي يطبق عليهم القانون حتى ولو أخذ الجنسية لأن هذه مسألة تتعلق بالدين. أيضا القاضي الأمريكي القاضي اليمني حينما ينظر في منازعة بين زوج أمريكي وزوجة أمريكية كما قلنا في الحقوق الزوجية أو حتى في الورثة أو أقاموا ومات أحدهم قام الورثة أيضا بالتنازع طبق عليهم القانون الأمريكي. ولا يطبق على القانون الامريكي لانها مساله تتعلق بالعقيده والدين اذا هذه الحاله الثانيه كما قلنا شكرا لك يا دكتور على التوضيح سؤال دكتور اذا كان في واحد امريكي او بريطاني مزوج واحده يمنيه ايش يطبق القانون؟ هون في اليمن الشرع يعني الشرع هو هو مسلم هو امريكي مسلم هو امريكي مسلم او بريطاني لا بس مسلم يطبق القانون اليمني هذا لانه يرجع الى المكان الذي تم فيه عقد الزواج. نحن قلنا عموما لا نخرج في الموضوع كثيرا. هناك مسالتان تتحول فيها المسائل القانونيه الى مساله واقعيه ويجب على الخصم اثباته ولا يكون القاضي في عمله خاضعا لمحكمه النقص. العاده الاتفاقيه كما قلنا والقانون الاجنبي يتناول اولا العاده الاتفاقيه. اذا وجدت قاعده تقوم على ايش؟ على العاده الاتفاقيه باعتبارها شرطا ضمنيا في العقد من الشروط المفترضه في العقد لا عقد الا التصريح به. العاده الاتفاقيه كما قلنا هي عباره عن شرط ضمني يفترض المشرع على ان المتعاقدين قد اتفقوا عليها ولو لم يتفقوا عليها هذه عاده اتفاقيه. كما مثالها مثلا في مصر عاده البغشيش الذي النذير ينزل داخل الفندق ويقيم فيها 6-7 اشهر الذي يخدمه هذا منتظر في نهاية الفترة أن يقدم له شيء. صح. وهذه تسمى هذه تحكم على الاتفاقية. كذلك عد الفواكه، هناك حسبوا الفواكه مثلا ايش المانجا المصرية المحترمة هذه، عندما يروح التاجر الفواكه إلى المزارع يعد له مثلا 10,000 حبة مانجو، يحسبوا كل 100 ب90. العد هنا يحسب 90 ما يحسب 100. لانه هذا يساوي الكسر والخطا في الكام هذا عدد اتفاقي فيحكم بها القاضي لكنها كما قلنا ترجع للعقد باعتباره شرطا ضمنيا وليس شرطا صحيحا. هذه العلاقه الاتفاقيه كما قلنا تعتبر واقع وعلى الخصم الذي يتمسك بها اثباتها ولا يكون القاضي بعمله خاضعا لما تكون بها خاضعا يكون في حكم القانون يكون في حكم هي اصلا قاعده شبه قانونيه سنفرق بينها وبين العرف لان عاده اتفاقيه العرف قانون قانون الطبيعه العرف قانون فرق بين العاده الاتفاقيه والعرف نحن نتكلم عن اتفاقيه الذي هي عباره عن شرط ضمني في العقد لم يصرح به المتعاقدان فيطبقها نتيجه العاده المتفق عليها بين المتفق فاذا ما ثبت انها عاده يعمل بها الناس فيجب على ان يطبقها لكن ليست قانون وانما صارت واقع وعلى من يتمسك بتلك الخصوم حق واجب اثباتها والقاضي لا يكون في عمله بتطبيقها خاضعا لرقابه محكمه النقص.
سؤال. ها؟ سؤال. أثناء المحاضرة سؤال. أيوة. ما تعدي الكلام. لا إذا هو بنفس الموضوع. قل. بنفس الموضوع بنفس الموضوع. تمام. ثم سيعقل لك يا قاضي. الله يشرح صدرك. طيب عادة الاتفاقية. الله يشرح صدرك. هذا يكون عرفان. إيش؟ إذا توفر الأمر المعنوي. لأنها ناقص ناقص غير الأمر المعنوي. سنأتي إليه كما قلنا ما تساعدني. انتظرني أكمل وبعد أقول لك أنا إيش أقول لك. وش تصل الإجابة بدون القطع. بدون توسع قلبك. تمام. الأولى في عادة الاتفاقية قلنا. إذا وجدت. قاعدة تقوم على العدل الاتفاقية باعتبار شرط مفترض في العقد لا حاجة إلى تصريح به فإنها في هذه الحالة تصبح شرطا من شروط العقد فيكون شأنها في إثبات شأن سائر شروط العقد وبالتالي يتعين على من يتصرف بها كما قلنا من الخصوم أن يقوم بإثباتها إذا ما نافعه الخصم الآخر فيها ويكون لمن له مصلحة من الخصوم أن يثبت هذه الواقعة العدل الاتفاقية بجميع طرق الإثبات لأنها واقعة ما فيها البينة أو ما يقرره أهل الخبرة لأن هذه القاعدة وإن كانت تدخل ضمن قانون العقد إلا أنها تصبح مسألة واقع لا مسألة قانون لأنها ترجع في النهاية إلى إرادة المتعاقدين المفترضة باعتبارهما قد اتضيا ضمنا بما ألفه الناس في التعامل من الشروط وينصب الإثبات لهذه الحالة لا على إرادة المتعاقدين المفترضة وإنما على مجرد وجود العادة الاتفاقية وتحقق قيامها المادي في الواقع هذه عادة الاتفاقية إذن هنا نحن نعتبر على الاتفاقية هذه من المسائل الأولى. تمام. يعني كانت تشبه القانون ويطبقها القاضي إذا توفر شروطها لكنها تشبه كما قلنا من المسائل الأولى. الذي يجب على الخصم إثباتها ويكون القاضي في عمله عند تطبيقها خاضعا في عمله قبل أن يقررنا. لكن هذا بخلاف القاعدة القانونية التي يكون مصدرها العرف. العرف لابد له من شرطين رئيسيين، ما شرط يعني ركنان يقوم على ركنين، ركن مادي هي العادة الاتفاقية. هي العادة المتبعة، السلوك. السلوك. أن يكون السلوك المتبع قد شكل عادة بين الناس وألفه الناس مألوف عادة. عادة. لكن الله في ليه ركن ثاني وركن معنوي يعني اعتقاد الناس أن المخالفة هذا السلوك هذه العادة يعني يؤدي إليها إلى توقيع جزاء على من يخالفه وبالتالي هناك تصبح ملزمة تصبح قانون ولم تكن العادة الاتفاقية هي عرف ناقص فيه الركن المعنوي العادة الاتفاقية توفر له الركن المادي ولم يتوفر له الركن المعنوي العادة الاتفاقية توافر هي عرف توافر لها شروط الركن المادي في العرف ولم يتوافر لها الركن المعنوي الركن المعنوي توافر لها الركن المادي ولم يتوافر لها الركن المعنوي طيب هذا بخلاف القاعدة القانونية التي يكون مصدرها العرف تعتبر هذه مسألة ايش؟ مسألة قانون الحرف قانون لأنه مصدر مصادر القانون تبقى لنص المادة الأولى من القانون المدني يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشرع الإسلامي على جميع المسائل والمعاملات التي تناسب نصوصه الأخرى رقم واحد فإن لم يوجد حكم القاضي بمبادئ الشرع الإسلامي المأخوذ منها هذا القانون فإن لم يجد حكم المقتضى العرف الجائز شرعا فإن لم يجد عرفا مقوما بعد العدالة هذه مسائل قانون المصادر إذن العرف مصدر مصادر القانون لا يختلف عن التقنية المكتوبة وعن مبادئ الشرعية وعن مبادئ العدالة وبالتالي هو يخضع في عملية القاضي من اختصاص القاضي المواكبي أن يبحث عن حكم ويتأكد من تكون أركانه وشروطه المادية والمعنوية فإذا ما وجد أنه عرفا طبقه ويكون في عملية خاضعة لمحكمة النقد إلى قول محكمة النقد ولا يلزم الخصوم بإثباته لأنه قانون ليس واقع ومن هنا كما قلنا العلاقة دقيقة بين الواقع والقانون عشان أتوقع أن ندرك هذه العلاقة هي خيطها رفيع وهذا بخلاف القاعدة القانون التي يكون مصدرها العرف تعتبر هذه مسألة قانون يخضع لتطبيقها القاضي إلى قول محكمة النقد والفرق بين العادة الاتفاقية والعرف من حيث الإثبات أن العادة الاتفاقية عنصر من عناصر الواقع يتمسك بها الخصم فيقع عليه عن إثباتها كما يفعل بسائر شروط العقد الصريحة منها وضمنها أما العرف قاعدة قانونية شأنها في الإثبات شأن القواعد القانونية الأخرى التي يكون مصدرها التقنين المكتوب أو مبادئ الشرع الإسلامي أو مبادئ العدالة فلا تكون القاعدة القانونية التي تقوم على العرف في حاجة إلى إثبات أكثر من حاجة القواعد الأخرى التي تقوم عليها التقنين ومبادئ الشرع الإسلامية والعرف الجاهل الشرع ومبادئ العدل لأن جميع هذه القواعد قانون واقع تطبيق يتعين على القاضي البحث عنه من تلقاء نفسه لتطبيقه دون حاجة إلى إثباته من جانب الفصول انتهينا من الحالة الأولى ما يتعلق بما في بعض المسائل التي تحول فيها الواقع القانون إلى واقع العدل الاتفاقية طيب الحالة الثانية هي القانون الأجنبي حينما تطبقه القاضي الوطني ويطبق قانون الأجنبي في بلده إذا كان القانون واجب التطبيق
القانون الأجنبية.